خل أقولكم إيش الهدف من هذه المسابقة. طيب يمديكم بهذه المسابقة تفوزون بأنكم اخترعتوا العطر السعودي الجديد. أهلاً، معاكم مشاعر التركي، جاية أكلمكم اليوم عن مسابقة قافيتي اللي تنظمها شركة أجمل للعطور. اللي يميز هذه المسابقة عن الغير أنه تعطيكم الفرصة لتصميم العطر السعودي الجديد، بالإضافة إلى جوائز نقدية قيمتها 180 ألف ريال سعودي. كل اللي عليك تسويه تخش على الموقع اللي موجود هنا قدامك قافيتي.com وتسجل، وبالإضافة لكم ممكن تستلموا هديتكم من أي فرع لفروع أجمل في المملكة العربية السعودية، وهي عطر قافيتي 30 ملي.